عالمنا مدخم بالمعلومات ونسيان موعد مهم أو اسم شخص ما أو تفاصيل حدث معين قد يسبب حالة من القلق والتوتر، خصوصاً إذا تكرر الأمر وشمل موضوعات هامة. لكن المختصين يرون عكس ذلك ما دام النسيان غير مرتبط بمرض أو عارض صحي، فالنسيان بالنسبة لهم هو آلية طبيعية في الدماغ، بدونها تستحيل ممارسة الحياة بشكل طبيعي. فالنسيان يعزز القدرة على التفكير عبر منع استرجاع الدماغ معلومات غير مفيدة والسماح له بتسجيل المعلومات والأفكار الجديدة والأكثر أهمية فقط. وفي ظل ضغوطات الحياة التي تثقل كاهل الإنسان، يسمح لنا النسيان بتخطي الذكريات المؤلمة، فالذين يعانون صعوبة في النسيان هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والصدمات النفسية. يقول المختصون إن أدمغتنا تخبئ الذكريات ولا تفقدها، إذ تخزن الذكريات في مجموعة من الخلايا العصبية تسمى إنجرام، وهي من يتولى مهمة فرز الذكريات والتمييز بين الذكريات التي يجب الاحتفاظ بها وتلك التي يجب نسيانها، وتسمى علمياً بالذاكرة المتطفلة. عملية الفرز هذه تعزز تركيز الدماغ وقدرته على تذكر الأحداث الأكثر أهمية. ليس ذلك فقط، فباحثون في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا درسوا الطريقة التي تتبعها الحيوانات في التذكر والنسيان، ووجدوا أن تلك التي تذكرت كل شيء كانت تختار في أغلب الأحيان قرارات خاطئة، في حين أن الحيوانات التي تنسى المعلومات الأقل فائدة اتخذت خيارات أفضل. على غرار أهمية الذاكرة، فإن النسيان له أيضاً الأهمية نفسها، بل قد يكون الجزء الأهم في عملية تخزين المعلومات وتعلم مهارات جديدة. فالنسيان يعزز وظائف الدماغ ويفرغه من الذكريات المؤلمة أو عديمة الفائدة، ما يساعدنا على تحسين جودة حياتنا.